السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء. في الحلقة تاع اليوم اللي غنشاركوا فيها جميع وصفة للتخلص من الأنيميا، يعني فقر الدم. هذه الوصفة هذه من ضمن عدة وصفات مطروحة على قناة جرب وحكم. هذه الوصفة هذه هي وصفة مجربة، وأيضا مكوناتها جد فعالة. دائما دائما أترك لكم الاختيار في بعمل بحث بسيط على الانترنت على مكونات الوصفة قبل استعمالها، لكي تتأكدوا أن بأن المكونات فعلا صالحة للتخلص من فقر الدم. هذه الوصفة يمكنكم إعطاؤها للأطفال وأيضا حتى بالنسبة للكبار. الوصفة لن تحتاج فيها شيء الكثير، سوف نحتاج فقط إلى السمسم، يعني الزنجلان، وسوف نحتاج إلى 20 حبة ديال أو كمية من العنب الجاف، وأيضا العدس. أي نوع عدس تتوفرون عليه يمكنكم استعماله في هذه الوصفة. ودائما إذا كان كنتم تتوفرون على العدس يعني لونه بني شيئا ما، فهو يكون أحسن. طريقة تحضير هذه الوصفة طريقة جد بسيطة أحبائي الأعزاء. هذه الوصفة سوف نحضر منها كمية كبيرة، يعني التي تكفينا لمدة شهر. سوف نحتاج إلى مثلا تأخذين نصف كيلو، ناخذ نصف كيلو تاع زنجلان ونقيوه، يعني نحيدو منه الشوائب ونحمصوه، وناخذ واحد الكميه ديال 250 غرام ديال العنب الجاف. يا ريت اذا كان العنب الجاف الاسود فهو جد فعال. وايضا ناخذ كميه 250 غرام ديال العدس ونقيوه ونحمصوه ونطحنوه باش نحصلوا على البودره ديالو. حتى السمسم حتى هو نطحنوه ونحصلوا على البودره ديالو. فاش نطحنوا السمسم ناخذ نزيدوا عليهم هاد المكونات بجوج، نزيدوا عليهم العنب الجاف، ونخلطوهم احبائي الاعزاء بزيت الزيتون، يعني اللي كان نحصل على عجين، او نخلطوهم بعسل النحل كيف ما قلت لكم. الا كنتو كتوفروا على عسل النحل الاسود يمكن لكم هذه الوصفه هذه نخلطوها بعسل النحل الاسود باش نحصلوا على كويرات. يمكن لي هذه الكويرات هذه غادي نتناولوهم بشكل يومي 3 مرات بعد الوجبات. ناخذ كويره مع الماء، وضروري احبائي الاعزاء الابتعاد عن الشاي، من لديه انيميا او فقر الدم الابتعاد عن الشاي عند يعني عند استعمال اي وصفه طبيعيه. بالنسبه للنساء اللي ما كيفهموش اللغه العربيه الدارجه، دائما اقول لهم بان يتوجهوا الى صندوق الوصف اسفل الفيديو، سوف تجدون الوصفه مكتوبه باللغه العربيه الفصحى، مكونات والطريقه. كيف ما قلت لكم احبائي الاعزاء، هذه الوصفه هذه هي وصفه جد فعاله. وصفه العدس مع السمسم والعنب الجاف هي وصفه جد فعاله، ودائما اترك لكم الاختيار بعمل بحث بسيط على الانترنت على المكونات قبل بدايه الوصفه. بالنسبه للطريقه سوف يعني لما فهمتش الطريقه غادي تلقى يعني الطريقه والمكونات تلقاهم في صندوق الوصف لتستفيدوا من هذه الوصفه. كما قلت هذه الوصفه للكبار والصغار، ومن لديه حساسية أو لديه مرض مزمن أو لديه تخيط متعدوى، دائما قبل ما نستعمل أي وصفة نستشر مع الطبيب ديالي. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الوصفة للتخلص من فقر الدم يعني الأنيميا، وأتمنى منكم الدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة زر بحكم متواضعة، وألا تبخلوا.